بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وزدنا اللهم علما يا رب العالمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أما بعد. سنتحدث اليوم أيها الإخوة الكرام عن فوائد اختلاف القراءات. وكما نعلم أن القراءات متنوعة كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءات المتنوعة تنوعت نتيجة لنزول القرآن الكريم على 7 أحرف، والكلام في معنى الأحرف السبعة كثير، له إن شاء الله تعالى لقاءات أخرى بمشيئة الله، سأوضحها لكم بمشيئة الله تعالى. لكن أكثر ما يقال بأن الأحرف السبعة هي 7 أوجه في قراءة القرآن الكريم، مثل تغيير الحروف، تغيير الحركات، الزيادة والنقصان، التقديم والتأخير، اختلاف بعض الكلمات. هذه 7 أوجه، وهذه 7 تكون تتضمنها القراءات، سواء كانت القراءات 5 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو 14. فأنا مثلا لو قرأت جزئين بأكثر من قراءة، أو جزء أو 10 صفحات أو كل ما شئت بأكثر من قراءة، وكان هذا القدر من القراءة بأكثر من طريقة، يعني فيه تغيير حروف، تغيير حركات، زيادة ونقصان، زي مثلا سارعوا وسارعوا، بقراءة بتقول سارعوا بدون واو، وقراءة تقول وسارعوا، أو مثلا تقديم وتأخير، يعني لما أقول وجاءت سكرة الموت بالحق، وفي قراءة تقول وجاءت سكرة الحق بالموت، فأنا أكون قد قرأت بالأحرف 7 دون ما أمر على كل القرآن، تمام؟ يعني لو أجد هذه الأوجه معي في القراءة. إذا القراءات إن كانت 7 أو كانت 8 أو كانت 10 بفروعها المتنوعة والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنزلة بواسطة جبريل عليه السلام من الله عز وجل، فهي تكون ضمن الأحرف 7. لكن يعني ما فائدة اختلاف القراءات غير التيسير على الناس؟ نحن نعلم من يقرأ موسى وعيسى صعب عليه أن يقول موسى عيسى، ومن يقرأ موسى عيسى وهو متعود على هذا الأداء صعب عليه أن يقول موسى عيسى. هذا أيضا سبب ورود حديث نزول القرآن على 7 أحرف، لكن هناك فوائد أخرى. فما هي هذه الفوائد؟ أول فائدة نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار، وغاية الاختصار وجمال الإيجاز. يعني مثلا ربما الموضوع يوصف ب10 كلمات، ب15 كلمة، بتلاقيه بتوصف إيش بكلمات قليلة، وهذا غاية الاختصار وجمال الإيجاز. جمال الإيجاز يعني مثلا إنه أنا مثلا قوله تعالى يرسل السماء عليكم مطرارا، تمام، يرسل السماء، لم يقل يرسل بأكثر من هكذا تفصيل. نعم، إذا هذا أيضا من الإيجاز وجمال الإيجاز التي الموجود في القرآن الكريم بشتى قراءاته. ثانيا عظم البرهان ووضوح الدلالة. تجد أن مع اختلاف هذه القراءات إذ لا يوجد قراءة تعكس قراءة أخرى، تعكس قراءة أخرى. لذلك قال العلماء أن اختلاف القراءات اختلاف تنوع وتغاير، ليس اختلاف تضاد، بل كله يكامل بعضه بعضا، وكل قراءة تأتي بمنزلة الآية لكي تنوع الآيات. وكما نعلم أيضا أن القرآن الكريم بقراءاته المتنوعة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرتها إلى أنها سليمة من أن تعكس بعضها بعضا. وقال العلماء في ذلك أن اختلاف القراء يختلف عن اختلاف الفقهاء، فاختلاف الفقهاء ربما يكون هذا الفقيه رأيه صحيح مثلا 90%، وهذا رأيه ضعيف، وهذا رأيه 50%، إلى أن اختلاف القراء كله صحيح 100%. ثالثا سهولة حفظه وتيسير نقله. فأنا مثلا لما أقول هزوا وأقول هزءا وأعيدها كمان هزءا بالقراءات المتنوعة، يعني أكثر كلمة فيها تقريبا 4 قراءات، في كلمات، أما معظم القراءات الموجودة أو الكلمات بقراءاتها قراءتين 3، تمام،
وين لما تلاقي كلمة مثلا زي جبريل فيها أربع قراءات مثلا جبريل وجبرائيل وجبرائيل وجبرائيل، تخيل أنا قاعد بعيد، تخيل. فأنا إيش بسهل علي حفظ معاني وحفظ كلمات القرآن الكريم. رابعا عظام أجور هذه الأمة. شوف يا إخواني سبحان الله، أنا لما أقول ملك يوم الدين وأرجع أقول أجمع مالك يوم الدين، علشان خاطر إنه أنا أجيب هذا العائل هذا القارئ أو هذه القراءة لهؤلاء القراء الذين قرأوا مالك يوم الدين، وأقول مالك لمن قرأ بمالك. شوف أنا الأجر بنضرب قديش يتضاعف الأجر. طب تخيل ممكن أنت تعيد الآية 10 مرات علشان إيش تجيب كل الأوجه. مرة مثلاً بجيب المادة حركتين، مرة بجيبه 4، بعدين بجيبه للقارئ مثلاً 6 حركات، فأنا إيش قاعد بعيد بعيد وبزيد، تمام؟ فهذا يعظم لنا الأجر. وأيضاً في تتبع معاني القراءات، هذه القراءة ما توجيه؟ لماذا هذه القراءة قالت قل فيهما إثم كبير؟ ولماذا تلك القراءة قالت قل فيهما إثم كثير؟ هذا أيها الإخوة لأن الله عز وجل يريد أن يشغلنا في كتابه العزيز بأن نبحث عن وجوه هذه القراءات. خامساً بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم بحيث أن يتلقوا هذا المنهج الذي وضع لكي تنتظم حركة الحياة. هذا المنهج الذي أنزله الله عز وجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم، الذي يتضمن المعجزة والمنهج بنفس المعجزة، تكون منهج ومعجزة بنفس الوقت لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يسند هذا الكتاب إلى أن وصل إلينا بأزمنته وبحروفه المفخمة وحروفه المرققة، وهذا كله من حفظ الله عز وجل بهذا الكتاب. إذن سادساً نتيجة للفائدة الخامسة، والفوائد كثيرة لا تعد، لكن النعمة الجليلة لهذه الأمة من إسناد كتاب ربها. لم يكن لأمة من الأمم إلا لهذه الأمة أن تسند المنهج إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. سابعاً تعدد وجوه المعنى. فأنا لما أقول مثلاً قل فيهما إثم كبير وأقول قل فيهما إثم كثير، كثير يؤدي يعني كثير الخمر يؤدي إلى السرقة يؤدي إلى الزنا يؤدي إلى القتل يؤدي فيها أثام كثيرة. طب قل فيهما إثم كبير، إنه كل إثم من هذه الأثام كبير في حد ذاته. شفت كيف المعنى تعدد؟ مثلا لما نقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في قراءة بتقول وكأي من نبي قتل، فأنا صار القتل وأبدأ معه ربيون كثير، فصار الأنبياء وكأي تفيد الكثرة، فصار إنه إيش الأنبياء قد قتلوا أيضا في دعوتهم. إذن هذا تعامل وجوه المعنى. ثامناً وأخيراً ظهور سر الله تعالى في حفظه في تولي حفظ الكتاب العزيز بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأقام لحفظه العلماء وصناديد الأمة ومن يعلم القرآن الكريم. فهنيئاً لك يا معلم القرآن الكريم، يعني تسهر وتتعب لكي تصون النص القرآني من أي تحريف، وكل ذلك بمتابعة إلهية بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في الختام أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.